بدنية ضد الكراهية. الموكب النسوي مبادرة نسوية لإيصال أصوات النساء الفقرانات والنساء التعبانات والنساء العانوا من الذل والهوان خلال الثلاثين سنة الفاتت، يربوا في أولاد ويكبروا فيهم في ظروف صعبة جداً جداً. إحنا لازم أصواتنا تصل ولازم إشكالاتنا يحصل تعبير عنها بشكل عادل، وما حنقبل كلكم نرجع للمربع الأول، نرجع للذلة والإهانة والمطاردة تاني. ونحن طالعين الموكب ده بصدد دولة مدنية ضد العسكرية وضد الكراهية وضد أي نوع من أنواع الخطاب بتاع الكراهية اللي قاعد يحصل في البلدية. سلمية وسلمية خالص. اليوم نظمنا لموكب نسوي للتعبير عن رأي النساء وانحيازهم للشارع في 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 المطلب المشروع اللي هو الحكومة المدنية. النساء حاولوا يوصلوا صوتهم من خلال الموكب ده بأنه احنا موجودين، واحنا كنا جزء أصيل كنساء، كنا جزء أصيل كنساء في الثورة السودانية، وكنا داعم أساسي. بنفتكر انه واجبنا تأكيد مطالبنا ومطالب الشارع في الحكومة المدنية. شرعية، سلام، عدالة، مدنية، قرار.